عودة إلى الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، ما زالت فلسطين تسعى جاهدة لإسقاط صفقة القرن وتجدد رفضها لقبول الصفقة، مؤكدة أن سياسة الترهيب والابتزاز التي تتبعها واشنطن ضد الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة الجهود، وأن الحقوق الفلسطينية ليست للمزاودة أو للبيع. وبهذا أنتقل إلى الشأن المحلي الفلسطيني والإسرائيلي. نشر في صحيفة الأيام الفلسطينية: القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية الرد على الإجراءات الأمريكية. أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور حنان عشراوي أن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانات الرد على الإجراءات الأمريكية التي استهدفت الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، وصفت هذه الإجراءات بأنها هجوم شامل على حقوق الفلسطينيين. وفي وكالة وفا: أهالي الخان الأحمر لن نرحل عن أرضنا حتى لو هدمت منازلنا. أكد شيوخ وأبناء عشيرة أبو داهوك القاطنون في قرية الخان الأحمر شرق القدس أنهم سيبقون صامدين فوق أرضهم ولن يرحلوا عنها حتى وإن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازلهم. وفي وكالة وفا: الحمد الله يبحث مع مفوض الأنروا سبل حشد الدعم المالي للوكالة. بحث رئيس الوزراء الرامي الحمد الله مع المفوض العام للأنروا بيير كريمبول آخر تطورات بخصوص الأنروا وحشد الدعم المالي للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم. وفي وكالة معا: عشراوي: نقاط الضعف بإعلان المبادئ رسخت الاحتلال. أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور حنان عشراوي على أن نقاط الضعف الهيكلية والإجرائية في جوهر ومضمون اتفاقية إعلان المبادئ بمجملها عززت عدم التكافؤ في ميزان القوة بين المحتل وشعب يرزح تحت الاحتلال، ومنحت إسرائيل المزيد من الوقت لتنفيذ إجراءاتها الأحادية. جاء ذلك خلال لقاء عقدته عشراوي مع مجموعة مختارة من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الدولية في مقر منظمة التحرير برام الله. وفي وكالة وطن: التربية ستنقل عملها إلى الخان الأحمر. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنها ستنقل عملها إلى قرية الخان الأحمر، وذلك عبر الدوام المتوالي لإدارتها العامة ودوام مديراتها هناك، بحيث تداوم كل يوم إدارة عامة واحدة ومديرية تربية، بينما تتواصل زيارات طلبة المدارس للخان. وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهاتها الرامية إلى تعزيز صمود أهالي الخان والدفاع عن مدرستهم الوحيدة المهددة بالهدم من قبل الاحتلال بعد القرار الصادر عن ما تسمى محكمة العدل العليا. وفي موقع عرب 48: إحصائيات فلسطينية، عدد المستوطنين بالضفة والقدس هم 834,000. أفاد تقرير توثيقي صدر عن مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية أن حجم التوسع الاستيطاني تضاعف 4 مرات. وفي موقع هآرتس: الرئيس تشيكي: نفكر في نقل سفارة من تل أبيب إلى القدس. أعلن الرئيس تشيكي ميلوس زيمان أن بلاده تفكر في نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ووفقا للمتحدث باسم زيمان، فإن افتتاح مركز ثقافة تشيكي في القدس في نوفمبر يمكن تفسيره على أنها خطوة أولى لهذه الخطوة. وفي صحيفة هآرتس: وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تدعو إسرائيل إلى التراجع عن تدمير خان الأحمر. دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فريدريكا مورغيني إسرائيل إلى إلغاء قرارها بإخلاء قرية الخان الأحمر، وأشارت أن التدمير سيكون له عواقب إنسانية خطيرة ويتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. إذا مشاهدينا، كان هذا الملف الشأن الفلسطيني والإسرائيلي. والحديث أكثر عن موقف القيادة الفلسطينية والرد على الإجراءات الأمريكية، أستضيف معي عبر الخط الهاتفي الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك دكتورة حنان. أهلا، مساء الخير. مساء النور. القيادة الفلسطينية تدرس إمكانيات الرد على الإجراءات الأمريكية التي استهدفت الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، ما هي الخطوات وآليات الرد؟ يعني هناك عدة خطوات، بعض منها مباشر في مواجهة الولايات المتحدة، وبعض منها محاولة إيجاد بدائل. مثلا أول قضية هي قضية المصالحة ورأب الصدع ورسم الصفوف داخليا وتقوية صمود الشعب الفلسطيني، ومن ثم التوجه إلى الخارج للدخول في اتفاقية دولية للحصول على اعترافات بدولة فلسطين لرفع مستوى علاقاتنا مع الدول، وأيضا التوجه للرأي العام العالمي من أجل التضامن ومواجهة الحكومة الإسرائيلية الأمريكية والهجمة الإسرائيلية أيضا. وهناك أيضا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكم أخرى والدخول في اتفاقات دولية وفي منظمات أيضا أممية. هذا يعني محاصرة، محاولة إيجاد بدائل أيضا
ما قطعته الولايات المتحدة من دعم لوكالة الأنروا ولمستشفيات القدس. هذه يعني هذا تحدي كبير بصراحة، لأن الولايات المتحدة يعني قصدت أن تنزل العقاب بالشعب الفلسطيني وخاصة بالشرائح الأضعف منه والمعرضة أكثر. وبالنسبة للولايات المتحدة أنا في رأيي لابد من مساءلتها هي أيضا، لأنها أصبحت شريكة في الاحتلال فعلا، من يشترك في الاستيطان ودعمه ويرفض أن يقول أنه غير شرعي، من يشترك في جريمة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهي مدينة محتلة ضمن الأراضي التي احتلتها إسرائيل، هذا يعني أيضا أنه شريك في الجريمة وكل الخطوات التي أخذتها. فبالتالي لابد لنا من الاستمرار في اللجوء إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن حتى بالرغم من وجود فيتو أمريكي، وإلى الجمعية العمومية، وحتى إلى محكمة العدل الدولية حول هذه المواقف الأمريكية. الأهم من كل ذلك برأيي هو عدم الرضوخ لهذا الابتزاز ولهذه التهديدات وهذه الهجمة الرخيصة على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بأكملها، ابتداء من القدس و انتهاء باللاجئين وحقوقهم. هذه أمور خطيرة جدا، قضت على احتمالات السلام، وحاولت وتحاول الولايات المتحدة إركاع الشعب الفلسطيني وقيادته، وهذا ما لم ولن نفعله. نعم دكتورة حنان، ما هي إمكانيات العمل الفلسطيني الدولي بعد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هناك طبعا عدة اجتماعات، هناك لقاء خاص بالأنروا سيقام ب 27 الشهر، هناك لقاءات أيضا مع دول أخرى والرئيس سيلتقي مع رؤساء الدول. التحرك الفلسطيني هو قيد الدراسة، هناك عدة احتمالات، أنا في رأيي يجب أن لا تناقش كلها الآن، ولكن هناك احتمالات تتعلق بإعادة تعريف علاقتنا مع إسرائيل، كما تتعلق بإعادة تعريف علاقتنا ما الولايات المتحدة. هناك طبعا هناك قطيعة، هناك إغلاق لمكاتبنا، هناك هجمة كما ذكرت من الابتزاز الرخيص لنا. يعني الخطوات يجب أن تكون أيضا منسجمة مع إرادة الشعب، مثلا قضية المقاطعة وإنزال العقوبات في إسرائيل وقطع الاستثمارات منها وسحب الاستثمارات، هذه قضية هامة يجب أن تتم، لأن المساءلة الحقيقية تأتي من الشعوب التي ستعمل بموجب ضميرها. يعني إذا كانت الحكومات مقصرة في مواجهة الولايات المتحدة أو تخشاها، لابد أيضا من تحريك الدول العربية، لأن الولايات المتحدة كانت تظن أنها تستطيع أن تضغط على الحكومات العربية من أجل أن تؤثر على موقفنا، بينما الدول العربية رفضت أن تلعب مثل هذا الدور، ونحن بحاجة إلى دعمها أيضا فيما يتعلق بقضية اللاجئين والوكالة ورفض الإملاءات والفرض والتحديد الأمريكي. نعم، هل هنالك تصعيد الخيارات القضائية لمحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية مثلا بعد الخان الأحمر والاستيطان والحرب على غزة؟ لا، قمنا بالإحالة، قد قمنا بالإحالة حول قضية الخان الأحمر، ونحن قمنا بالإحالة سابقا حول قضية الاستيطان يعني والهجمة على غزة. هناك جرائم حرب واضحة، وهناك تحقيق أولي بدأ، ونحن طلبنا بإسراع التحقيق الأولي، وهذا ما دعا كوشنر وجماعته وفريدمان إلى إنزال العقوبات فينا، لأننا أردنا مساءلة إسرائيل أو حماية حقوقنا وشعبنا. فبالتالي هم يعني يعملون لصالح إسرائيل وبتعليمات إسرائيلية، أنا في رأيي من أجل حماية الانتهاكات الإسرائيلية والاستمرار فيها. فبالتالي عندما يعني طلبنا الإسراع حتى في قضية الفحص الأولي، قررت الولايات المتحدة أننا لم نعد يعني شركاء في العملية السياسية، وبالتالي بدأت في الخطوات العقابية. قضية القدس أيضا هي قضية محورية، لا يمكن لأي إنسان فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي أن يقبل باستئصال القدس من قلب فلسطين وبمنحها لإسرائيل الدولة المعتدية ودولة الاحتلال. فعلا، الدعوة لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما هي المواضيع المطروحة على جدول الأعمال؟ طبعا المواضيع واضحة، يعني هنا قضايا تتعلق بالخطوات المستقبلية،
والتي تم دراستها واقتراحها، وسيقدم الرئيس خطابه في مجلس في الجمعية العمومية، ومن ثم عندما يعود سيكون هناك اجتماع لمناقشة كل الاقتراحات المتعلقة بهذه الخطوات. نعم، هناك خطوات أيضا، هذه الخطوات كلها تشكل الخطوات الأمريكية، أنا أقصد هجوما شاملا وتبنيا كامل لموقف اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا. نعم. لماذا باعتقادك دكتورة حنان تصاعد هذا الهجوم على حقوق الفلسطينيين خاصة في هذه الفترة بالذات؟ هناك عدة قضايا. أولا هناك تحالف وثيق وتماهي ما بين هذه الإدارة الأمريكية وهذا الائتلاف اليميني العنصري المتطرف في إسرائيل، فهناك رؤية مشتركة. هناك أيضا قضايا لها علاقة بالطاقم الذي يعمل معه ترامب، وحتى العقلية الترامبية وما يسمى بطريقة التفكير والالتزامات. هناك قضية تتعلق بالأحادية، تتعلق بالانعزالية، الازدراء التام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، خدمة مصالح إسرائيل. هناك الذين يدعمون والذين دعموا حملة نتنياهو، حملة ترامب الانتخابية، وبالتالي هو يرد لهم الجميل، مثلا شيلدون أيدلسون. هناك اليمين المتطرف الصهيوني المسيحي الأصولي، الإيفانجيليكالز في الولايات المتحدة، والذي يمثلهم بنس في البيت الأبيض. هناك المستوطنين مثل ديفيد فريدمان وكوشنر الذين يدعموا المستوطنات، وبالتالي لديهم رؤية. فإضافة إلى القضايا المصلحية الذاتية لترامب وقاعدته الانتخابية، هناك أيضا قضايا إيديولوجية وقضايا التزام تام بمصالح إسرائيل، وهناك طبعا خطاب لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة، بأن جميع الذين حاولوا قد فشلوا، وبالتالي علينا أن نغير الأسلوب. هذا ما قاله كوشنر حتى اليوم لنيويورك تايمز. جميع الذين حاولوا من الولايات المتحدة فشلوا لانحيازهم لإسرائيل، لأنهم لم يحترموا القانون الدولي، لم ينجحوا في وقف الاستيطان، في لجم إسرائيل في مساءلتها. الآن يريد أن يمنح إسرائيل مزيدا من الصلاحيات لانتهاك القانون الدولي ولتدمير متطلبات السلام. طبعا هذا أسلوب تصعيدي أكثر، ولكنه سيفشل أكثر. الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المخالفة للقانون الدولي والدول الإنساني أيضا أدى إلى ترسخ الاحتلال أكثر وعرض حل الدولتين للخطر، لكن ماذا بعد دكتورة حنان؟ هذه مرحلة حرجة وصعبة. المرحلة خطيرة جدا. لأن القضية هي ليست قضية محو وتدمير إمكانية حل الدولتين، وإنما هي قضية إيجاد وضع من المعاناة ووضع من الانهيار التام، وربما وضع من التصعيد ووضع من العنف ومن عدم الاستقرار، ليس في فلسطين فحسب. فهذه قضايا عابرة للحدود. هناك أيضا لاجئين في الأردن وفي سوريا وفي لبنان. هناك قضايا لها علاقة أيضا بإسرائيل، لأن سد الطرق على جميع وسائل المقاومة القانونية والقضائية والسلمية سيؤدي إلى يعني مزيد من العنف والتطرف. فأنا في رأيي هذه أخطر مرحلة نمر بها بعد 48، وهو يتمثل في دعم الولايات المتحدة لأكثر حكومة أو ائتلاف يميني متطرف في إسرائيل من أجل فرض إسرائيل الكبرى كلها على فلسطين التاريخية، ومحو كل الحقوق الفلسطينية، وبالتالي تدمير كل احتمالات السلام. هذا سيدخلنا في مرحلة جديدة من العنف ومن عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها. دكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا لك، كنت معنا عبر خط الهاتف مباشرة من رام الله. يا هلا فيك دكتورة. أهلا.